نور، وبننتقل لمساحة جديدة من مساحات صباحنا غير. رح نحكي فيها ونضوي على السمنة. كلنا بنعرف انه السمنة هي تراكم الدهون تحت الجلد. كثير هي الاجراءات والنصائح عم بتكون للتخلص من البدانة او السمنة. رح نحكي اليوم عن الاجراء الجراحي وكثير من الاسئلة يلي بتهم مو بس السيدات وايضا الرجال. بيسعدنا اكيد نرحب بنصر الزير اختصاصي تغذيه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتور. كنا عم نحكي تحت الهواء بالبدايه، خلينا نعرف شو معنى البدانه، لانه يختلف مفهوم البدانه عن زياده الوزن. لما نقول انا شخص بدين، في ناس بتقول لك انا سمناني، لما نحكي باثنين او خمسة كيلو هذا موضوع اخر. فمعنى البدانه الاساسيه شو هو؟ صحيح. هلا تعريف البدانة بشكل عمومي، إذا بتسأل أي شخص إنه شو تعريف البدانة، بيقول لك أنا وزني زايد على الميزان. صراحة البدانة هي عبارة عن تراكم زائد للدهون داخل الجسم، وهو عبارة عن مرض. للأسف كان من قبل هو عبارة عن ظاهرة، كنا نسميها ظاهرة سلبية، حاليا هو اسمها مرض، ومن أخطر الأمراض يلي منتشرة للأسف، لأنه أولاً هي باضطراد أو بازدياد بالرغم من كل البرامج التوعوية. صحيح. وحالياً البدانة أو السمنة حالياً هي الرقم واحد في الأبحاث العلمية، والجهود كتير قائمة للحد من انتشار هذا المرض، لكن للأسف هو كل ماله بازدياد. فتعريفه العلمي هو تراكم فائض الدهون داخل الجسم. الوزن الزايد هو عبارة أنه أنت عم تقولي أنه أنا وزني زايد 3 أو 5 كيلو، هذا يعتبر هو وزن زايد. ممكن يكون نتيجة أنه على الميزان، ممكن يكون العظم عريض، ممكن أنه يكون الشخص مثلا عنده يعني أكل زيادة بهذا الشهر، الشهر اللي بعده. الوزن الزايد هو طبعا إذا نحن بدنا نحكي علميا، في تقييمات للبدانة هي عبارة عن معدل كتلة الجسم. معدل كتلة الجسم لما نقول أنه هو أقل من 30 اللي هو بيكون الوزن على مربع الطول بالمتر، هذول نحن بنحسبهم لنحن نقيم هو الفيصل الأساسي لحتى نحن نقيم إذا الشخص عنده بدانة أو عنده زيادة وزن. فمنقول أنه أكثر من 30 فهو راح باتجاه البدانة، أو أما إذا أقل هو من 30 فهو عنده زيادة وزن. ممكن تكون يعني لا أكثر من سبب، ممكن يكون مثل ما ذكرت عظمه عريض، ممكن أنه يكون هو طويل فمثلا عنده وزنه زايد على الميزان. فكل شخص بيختلف حسب العمر، حسب الجنس، حسب الطول. فهذا بالنسبة لزيادة الوزن. أما البدانة لما أقول أنه شخص بدين، إذا هو بيكون معدل كتلة الجسم عنده فوق 30، عنده تراكم الدهون عالي، يعني الشحوم المتراكمة عنده عالية، بالإضافة لأنه بتكون أحيانا مرتبطة بأمراض رح نحكي فيها، فهون نحن بنقول أنه هذا الشخص عنده بدانة. دكتورة خلينا نحكي عن الإجراءات الجراحية اليوم بما يخص موضوع البدانة، هي بتتنوع، خلينا نمر عليهم سريعا. وأيمت الواحد ممكن يلجأ لهي الخيارات، أو إذا أنت حضرتك تنصح فيهم؟ تمام. طبعا في مصطلح ما يسمى بالبدانة الممرضة، وهي أنه البدانة هون صارت مرتبطة بأمراض. يعني نحن من دائما بنقول أنه البدانة شو، ليش هي مرض؟ هي مرض بحد ذاتها، ما أنا مرض هي يعني قاتل. هيك الناس بتقول شو يعني مرض، أنه البدانة هي عبارة أنه أنا وزني زاد على الميزان، هي تؤدي إلى أمراض بالضبط. عديدة. لكن البدانة عند حد معين بيكون البي ام آي أو معدل كتلة الجسم فوق 40، هون نحن بنسميها بدانة ممرضة، تصير مرتبطة بأمراض وبتكون السبب الرئيسي للكثير من الأمراض، مثل الداء السكري، مثل ارتفاع الضغط الشرياني، مثل تصلب الشرايين والكثير من الأمراض الأخرى. فيما يسمى بالمتلازمة الاستقلابية اللي هي عبارة عن تراكم أو السمنة بتكون بمنطقة البطن، الدهون بتكون هي بالمنطقة الحشوية فوق الأعضاء قريبة من القلب. هذا المتلازمة الاستقلابية بتكون مرتبطة بارتفاع ضغط شرياني، بتكون مرتبطة بداء سكري، بتكون مرتبطة ب اضطراب بشحوم الدم، يعني بتكون مرتبطة بعدة شغلات. وبالتالي هو من شخصه أنه هو عنده متلازمة استقلابية أو بدانة ممرضة. طبعا الإجراءات سواء النظام الغذائي أو حتى الإجراءات الدوائية أو بالنهاية الإجراءات الجراحية، هون بتختلف مثل ما قلنا حسب وضع الشخص. يعني إذا أجا شخص لعندي هو عنده أوفر ويت أو وزن زايد، هون نحن بنقول له أنه أنت ممكن أنك تتبع نظام غذائي. والنظام الغذائي ما هو بحرمان، وأنا دائما بحب ركز على هي الكلمة، هو تغيير نمط
حياة، عبارة عن أنه أنا كان نمطي الحياة من ضمن نمط الغذائي كان خاطئ، بروح باتجاه نمط غذائي صحي بالإضافة إلى نمط حياة صحي. أنا ما كنت ألعب رياضة، لازم يصير ألعب رياضة. النوم لازم ينضبط عندي لأنه النوم جدا مرتبط بالاستقلاب. الأكل لازم أنا أروح أعرف أنا وين عم باكل، قديش الكميات من كل أكلة أنا لازم عم باكلها، باختلاف أنا مثلا شو عم باكل. يعني ما بحرم حالي من شيء لكن بكميات معينة. لما يزيد الوزن ويبلش هون نفقد نحن السيطرة، يعني منقول نحن صار بمرحلة بدانة، ممكن أنه تدخل الأدوية في العلاج، سواء بأكثر من خط علاجي، سواء بيستخدموا أحياناً الميتفورمين يلي هو وجد دراسات له جدوى كتير كبيرة بتنحيف الوزن، أو حتى بإبر ما يسمى بالليراجلوتايد أو السكسندا، أو حتى بخوافض الشحوم أو اللي هي بتقول منقولها نحن حوارق الشحوم يلي هي الأورليستات. هون لسه بنكون نحن ما وصلنا للبدانة الممرضة يلي ممكن أنه أو اللي منضطر أنه فيها نلجأ للعمليات الجراحية. هلأ بس بدي حب أوضح أنه العمليات الجراحية هي تختلف عن البلاستيك سيرجري أو عمليات التجميلية. يعني بيجي شخص بيقول لي أنا بدي أعمل عملية شفط أو بدي أعمل عملية مثلا شد بطن، أو هل هي بتساهم بتنزيل الوزن؟ لا، هدول عمليات تجميلية. عمليات جراحية هي عمليات سواء قص المعدة أو تحويل المسار. طبعاً مين الأشخاص اللي هن مهيئين لهي العملية؟ أولاً بدنا نحط ببالنا أنه هن الأشخاص اللي لازم نحن ننقذ لهم حياتهم. نحن حكينا أن البدانة الممرضة بتكون مرتبطة بأمراض، فأشخاص بيجوا لعنا بمشاكل صحية نتيجة البدانة، ارتفاع ضغط شرياني عالي جداً بصير نتيجة هي البدانة، بصير هو عنده ارتفاع الضغط الشرياني، عنده ارتفاع بسكر الدم، خاصة في كتير يعني بيكونوا أعمار صغيرة للأسف، بصير عندهم ارتفاع ضغط شرياني، بصير في عندهم ارتفاع بسكر الدم، بصير عندهم اضطراب بالشحوم، ما يسمى بتقطع النوم بنسميه sleep apnea، أنه الشخص هو نايم بصير نفسه بيتقطع، فأحياناً بيروح بصير النفس. هدول الأشخاص منوجههم نحن لعند الأطباء لحتى يقيموا حالتهم. تختلف حسب الهرمونات، تختلف حسب العمر، حسب الجنس، حسب الحالة الفيزيولوجية، ومنوجههم باتجاه عمليات جراحة السمنة. طبعا عمليات جراحة السمنة في منا يلي هو أكثر شيوعا، في منا نوعين، هو إما عمليات قص المعدة، هون تقريبا 80% من المعدة رح تنشال وبيبقى عبارة عن 20% من المعدة، أو عمليات تحويل المسار، وهون بيكون يعني نحن حولنا مسار الامتصاص كاملا تمام، وساوينا مثل مسار جديد للشخص. فالأشخاص يلي هن مرشحين لعمليات جراحة السمنة لازم يكونوا عندهم بدانة ممرضة، البي ام اي تبعهم او معدل كتلة الجسم فوق الـ40، نحكي بشكل عملي اكثر يعني اوزانهم فوق الـ150 كيلو، بأبسط مشان الناس ما تخاف، احنا عم نحكي عن وزن عالي، يعني فوق اوزانهم فوق الـ150 كيلو، لحتى طبعا باختلاف الطول وباختلاف يعني معدل كتلة الجسم انه هو الوزن على مربع الطول. فاذا مثلا والله شخص وزنه 120 كيلو او يعني السيدات او الرجال وزنه مثلا 120 كيلو طوله مثلا 1.50 متر، اكيد هي بدها تتوجه نحو عمليه جراحة السمنة. لكن بشكل عام نحن منقول أوزان فوق 130 كيلو لل 150 كيلو وما فوق، هدول منوجههم لعمليات جراحة السمنة إنقاذا لحياتهم. نعم. بدي أحب ركز خيار على خيار جراحة السمنة، لما نقول يعني آخر خيار لما نقول ممكن عملنا نظام غذائي مع رياضة مع فترة زمنية من المعالجة، فبنتوجه آخر شيء ولا بيكون كيف الخيار بيعتمد على جراحة صحيح. هلا أنا بدي ركز على نقطة إنه خيار جراحة السمنة ليس خيار تجميلي. تماما. أي شخص بده يعمل جراحة السمنة بده يحط بباله إنه هو طول حياته ما عاد إنسان طبيعي. امتصاصه ما عاد امتصاص طبيعي. جسمه وفيزيولوجية جسمه ما عدا طبيعية، لأنه هو بالنهاية غير شيء من جسمه، غير شكل من جسمه. فاللي بده يروح على جراحة السمنة لازم يكون مثل ما ذكرنا مهيأ. هلأ نحن للأشخاص اللي نحن منوديهم على جراحة السمنة بيكون أولاً فشل معهم الحل التغذوي، فشل معهم الحل الدوائي، بأوزان مثل ما قلت لك 130-140 كيلو وما فوق، الاستقلاب عندهم أصبح مختلف، الأدوية أصبحت يمكن ما بتعطي جدوى، النظام الغذائي لا يمكن أنه بقى يصير ينفع.
فنحن هون بنتوجه لهم انقاذا لحياتهم، انه انت خلص صار لازم تنقذ حياتها، خاصه انه مثل ما ذكرنا في النقطه اسمها النوم المتقطع، فانه الشخص هو نايم بتلاقيه عم يتقطع نفسه، فبصير في احيانا بيغيب النفس، فهون الشخص لا، انه انت لازم هون انك تنقص الخطر. بالضبط. في شغلات ثانيه ممكن لاشخاص مثلا انه هي ما عم تجدي معها، لكن هي ما عندها مشاكل صحيه، ممكن تروح باتجاه ربط المعده الجاستريك باندينج، ممكن تروح باتجاه الجاستريك بالون، وهي تقنيه جديده بيحطوا جوا المعده بالون، فهو بيصير بياخذ حيز من المعده، تصغر المسافه. بالضبط. فالهرمونات الشبع والجوع بتصير هي بتفرز من المعده، بتصير ما بقى تنفرز لانه المعده اساسا منتفخه، فبصير قليل انه الشخص يحس بالجوع، تقريبا بيتركب 6 شهور وبعدين بينشال. ففي عمليات ممكن انه نحن طبعا هي ما انا بعمليه جراحيه، ممكن انه يتركب سواء عن طريق تنظير او في الاوبالون اللي هو ممكن انه اخذ كبسوله، وهي كبسوله بتندبج جوا المعده وبتساوي هالبالون هذا، وبيتركب بدون اي عمليه، يعني بدون اي الم، ممكن انه 4 لـ5 ايام، ممكن انه شوي الشخص يعاني بعدين بتمشي اموره لمده 6 شهور. اما عمليات جراحه البدانه مثل ما ذكرنا هي عملية جراحية، نعم. تأخذ تقريبا ساعة لساعتين. حاليا هي صارت بيعملوها على شاشة بالإنسرشن أو الجروح، بتصير حاليا هلأ بالعلم الحديث صارت صغيرة، لكن المشاكل اللي أنت بتطلعي بعد عمليات جراحة السمنة هي المشاكل بس اللي الالتزام. هلأ كثير من الحالات بنشوف عمليات قص معدة ونزول بالوزن كتير كبير وفجأة بيرجع، يعني هاي نقطة كتير مهمة وبمحيطنا يعني عم نشوفها بشكل كبير، انه في اشخاص بنعرفهم وفي اوزان مثل ما قلت فوق 130-140، وفعلا عمل قص معدة بعد 2 شهر شفنا نزل بفترة زمنية قصيرة رجع بعد فترة. هون عدم الالتزام وقديش هذا كمان بيسبب مشاكل صحية ومضر للشخص. صحيح. المشكلة للأسف الشديد أنه الأشخاص لما بتعمل عملية قص معدة بتقول أنه أنا بدي أنحف، بدي أعمل عملية قص معدة، هي ما أنا من جوا مهيئة نفسها لأنه تغير نمط حياتها. أنت صرت بخلص بحياة جديدة، فأنت لازم تتأقلم مع هاي الحياة الجديدة. طبعا نظام غذائي جدا صعب بعد عمليات جراحة السمنة، بضل تقريبا لمدة 3 أو خلينا نقول لمدة 4 شهور لـ6 شهور بضل على نظام غذائي بمراحل معينة، مرحلة سواء السوائل الشفافة، مرحلة السوائل الكاملة، مرحلة الطعام المهروس، مرحلة الطعام اللين، لا يوصل لحد انه هو يقدر يرجع الطعام الطبيعي وياكل طبيعي، بده تقريبا شيء 6 شهور. لكن انا بدي اياك تتخيلي انه الشخص مدى حياته هو اصبح انسان شخص غير طبيعي، صار انه يعني لما اقول انا عمليه قص معده انشال تقريبا 80% من المعده، فانت بدك تتخيلي قديش هو يعني ساوى لحتى رجع زاد بالوزن. وبدي احكي شغله انه الشخص اللي هو رجع بالوزن بعد عمليات جراحه السمنه، فهو صار عم ياكل لمرحله انه هو ممكن انه يتقيأ فيها لحتى عم يكبر ترجع تتوسع، لانه هو بالنهايه باوتش بيصير يعني تقريبا 20% او اقل حتى من 20% اللي بقيان من معدته، فهي عم تتوسع كل ما اكل الشخص وزاد عن حاجته. يعني احيانا بيكون الشخص عم بيزيد عن حاجته هو متقصدا انه يزيد، انه انا بدي اكل خلص، انا ما عدني انه شخص غير طبيعي. بتلاقي الشخص انه هو بياكل بصير بيفوت على الحمام فورا، بصير ممكن انه يتقيأ مره على مره على مره على مره، بتلاقي انه هو زاد الوزن. وللمعلومات فانه اذا الشخص عمل عمليه جراحه سمنه اول مره، نحن بنقول دائما انه هو الحد المتوقع انه يخسر 40% من وزنه. إذا رجع طلع بالوزن مرة تانية، العملية إذا ما عملها مرة تانية بعد العملية الأولى، فهو ما رح ينزل أكثر من 10-15% من وزنه. يعني بالختام بدنا نشكرك كثير دكتور نصر الزير اختصاصي تغذية على كل المعلومات القيمة اللي قدمت لنا إياها لليوم. شكرا كثير لك. شكرا لك دكتور، نتمنى الصحة والسلامة أكيد لكل الناس.